السلام عليكم. اليوم 9/1/2020، نحن تنسيقية ثورة شعب العراق. طبعا هذا جانب من عملية توزيع العشاء للمرابطين الأبطال الثائرين المتظاهرين. إذا تشوفون هسه هنا وجبة العشاء، طبعا هذا أكثر من موكب، كل المواكب تقوم بعملية توزيع يعني الريوق الفطور والغداء والعشاء. إذا تشوفون هذا هسه تمم ديوزعون. السلام عليكم، شلون الشباب؟ شلون صحتكم؟ شلون أحوالكم؟ ايش تسوون؟ عافية بارك الله بكم. ايش صار لكم هنا؟ ايش صار لكم؟ 100 يوم تقريبا. ما شاء الله بارك الله بكم. قل لي بس اسالك سؤال، الله يرضى عليك، منين فلوس هاي المواد؟ يعني هاي اللي تسووها هسه هذه؟ منين؟ هاي فلوس المواد دعم مين؟ دعم ذاتي. بارك الله بكم. يعني من بيد الناس الميسورة مو؟ من الناس الميسورة ماديا يعني غير؟ ان شاء الله كله من يمين. بارك الله بكم. بارك الله بكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عز وجل. هذه اذا تشوفون الان كلها طبعا اتاكد على انه هذا التمويل مال هاي التظاهرات تمويل ذاتي من الناس الميسورة ماديا، وكلها مطالبها تتمثل برحيل هذه الحكومة العميلة واسقاطها واسقاط منشاتها واسقاط الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني. طبعا هذا ما حبيت انا اقول لكم اليوم، نحن تنسيقية ثورة الشعب العراقي.